غالبا ما يحمل. ممكن نسمع؟ صباح الخير. الحقائب المدرسية ثقيلة خطر، غالبا ما يحمل الأطفال ما بين ثلث إلى نصف أوزانهم من الكتب والدفاتر داخل الحقيبة المدرسية، مما يؤدي إلى آثار صحية خطيرة على أجسامهم الضعيفة. ولا يدرك هؤلاء الأطفال فضلا عن والديهم ما تخفيه هذه الحقيبة من مخاطر وما تسببه من آلام طالما اشتكى منها الصغار وعجز الكبار عن إيجاد تفسير لها. الدراسات الطبية الحديثة تؤكد خطورة حقائب طلاب المدارس الثقيلة على أجسامهم، حيث يتسبب هذا الوزن الكبير في آلام بالرأس والكتفين والرقبة، فضلا عن ما يسببه من مخاطر على استقامة العمود الفقري، خصوصا وأن الطفل يجلس لساعات طويلة في الصف مما يقلل من لياقته البدنية. شكرا لاستماعكم. طيماء العزب، ثالث أساسي. Come on, Bob.